بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المصنف رحمه الله من باب أحكام الماء وأحكام وعاء الماء وهو الآنية، وكان لا بد قبل الوضوء من الاستنجاء أو الاستجمار إذا قضى الإنسان حاجته، ناسب أن يقدم أحكام الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة قبل الدخول في أحكام الوضوء. قال رحمه الله: باب الاستنجاء. والاستنجاء في اللغة مأخوذ من النجو وهو القطع، والمراد هنا قطع أثر الخارج من السبيلين بالماء أو بالاستجمار، هذا هو الاستنجاء. فقال: يستحب عند دخول الخلاء، أي قبل دخول الخلاء وهو محل قضاء الحاجة، قول بسم الله. فقبل أن يدخل الإنسان إلى موضع قضاء الحاجة يقول هذا الذكر بسم الله، وهذا من باب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى من أجل طرد الشيطان عن الإنسان، وذلك لأن الحشوش ومواضع قضاء الحاجة هي مأوى الشياطين. فإذا قال المسلم عند دخولها بسم الله فإنه يتحصن بذلك من شر الشياطين، كما جاء في الحديث: ستر ما بين عورات بني آدم والجن إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. والظاهر أنه يقتصر على هذا اللفظ ولا يقول الرحمن الرحيم. ثم يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ومعنى أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله عز وجل من شر الخبث، جمع خبيث أو خبيثة، من الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، والمراد بهم ذكران الشياطين وإناثهم، هذا على الرواية بضم الباء.
أما على الرواية بإسكان الباء من الخبث فالمراد بالخبث الشر، والمراد بالخبائث الشياطين، فيكون استعاذ بالله من الشر وأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء فإنه يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث. فالمسلم يتحصن بهذا الذكر أيضا من الشر وأهله أو من ذكور الشياطين وإناثهم، لأن هذه الأمكنة هي أمكنتهم. ويقول عند الخروج من الخلاء إذا فرغ من قضاء حاجته يقول غفرانك، أي أطلب غفرانك. والغفران هو الستر، والمراد هنا غفران الذنوب، أي سترها ومحوها والعفو عنها. والمناسبة والله أعلم الإتيان بهذا الذكر غفرانك عند الخروج، فكأنه يستغفر من تقصير أو من خطأ، وذلك لأنه إذا قضى حاجته وتخفف من هذا الأذى وسلم من شره فإن ذلك نعمة من الله تستحق الشكر، فهو يستغفر الله في تقصيره من شكر نعم الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، قوله بسم الله، الحكم في قولها داخل الخلاء أو قبل الدخول فيه؟ هذه اللفظة بسم الله تقال قبل دخول الخلاء، فإن نسيها عند دخول الخلاء يعني قبل دخول الخلاء، وإن نسيها فلا إثم عليه، لأنه قال يستحب، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هل في الخلاء ذكر ولو ذكر قلبي، أو يجب أن يدع الذكر في الخلاء؟ الذكر باللسان يترك عند في داخل الخلاء، أما الذكر بالقلب فإنه يستمر. نعم. سمعت من بعضهم قوله حتى لو سمع المؤذن وهو في مثلا دورة المياه أكرمكم الله، فله أن يجيبه بقلبه فيقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. قلنا إن الذكر بالقلب غير ممنوع، الحمد لله، وإنما الممنوع هو التلفظ باللسان. فلو قال بسم الله في قلبه قام ذلك مقام يذكرها قبل الدخول؟ لا، عند الدخول أو يعني قبل الدخول يقولها بلسانه، لأنه لم يدخل في محل المنع. نعم. فيقولها بلسانه ولا يكفي أن يقولها بقلبه. قصدي لو فاته ذلك فقالها يعني في قلبه، قال بسم الله، لا يكفي هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول بسم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أن يقول بسم الله، والقول إنما يكون باللسان ولا يكون بالقلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل واعتماده على رجله اليسرى. نعم، هذه من آداب قضاء الحاجة، وبقية الذكر الذي يقال عند الخروج كذلك يضيف أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والمراد بالأذى هو الخارج، البول أو الغائط، لأنه أذى وقد عافاه الله منه وأذهبه عنه، فيحمد الله سبحانه وتعالى، إذ لو شاء الله سبحانه وتعالى لاحتبس فيه هذا الهذى فأضر بصحته وأقلقه، فهذا اعتراف بنعمة الله سبحانه. وأما قوله وتقديم رجله، أي ويسن تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند الدخول في الخلاء، لأن اليسرى
تقدم لإزالة الأذى، وما من شأنه التنظيف، وأما اليمنى فإنها تقدم لما من شأنه التكريم. ولهذا قال هنا: وتقديم رجله اليسرى دخولا، تقديم رجله اليسرى دخولا يعني عند دخول محل قضاء الحاجة، ويمنا أي ورجله، ورجله اليمنى خروجا أي عند الخروج منه، عكس مسجد، فإن الذي يريد دخول المسجد يقدم رجله اليمنى، لأن ذلك من لأن المساجد محلات طيبة، وهي بيوت الله سبحانه وتعالى، فناسب أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول. وأما عند الخروج من المسجد فإنه يقدم رجله اليسرى. قال: ونعل، أي عكس النعل أيضا، فإن النعل يستحب له أن يلبس النعل بالرجل اليمنى أولا ثم يلبس النعل بالرجل اليسرى. وأما عند الخلع فبالعكس، يخلع اليسرى ثم اليمنى. هذه آداب شرعية. قال: واعتماده على رجله اليسرى، اعتماد الإنسان حال قضاء الحاجة على رجله اليسرى، وذلك لما جاء في الحديث، حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه، قال: أمرنا أو أمرنا أن نعتمد على الرجل اليسرى وننصب اليمنى، يعني حال قضاء الحاجة. وذلك لأن في الاعتماد على الرجل اليسرى استعمال لليسرى عند إزالة الأذى، وأيضا الاعتماد على الرجل اليسرى يقول الفقهاء إنه يسهل خروج الخارج، فيعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني يخفف عنها جسمه وينصبها نصبا، أي يرفع عقبه ويضعها على أصابعها على الأرض، وذلك تخفيفا عنها وإكراما لها عن استعمالها في هذه الحالة. قال: وبعده في فضاء واستتاره، أي يستحب لمن يريد قضاء حاجته في الفضاء، يعني في المحل غير المبني. في المحل غير المبني والمعد لقضاء الحاجة يستحب له أن يبعد عن الناس، أن يبعد عن الناس حتى لا يروه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد قضاء حاجته في الفضاء فإنه يبعد حتى لا يرى. في حديث أنه كان إذا ذهب أبعد المذهب، وأنه كان يذهب عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته في الفضاء حتى يتوارى عن الناس، وذلك لأجل ستر عورته عن الناس، ولأجل أيضا أن يبعد بقضاء حاجته عن قرب الناس، لأن ذلك مما تقزز منه النفوس ويدل على قلة الحياء، فالذي يقضي حاجته عند الناس هذا دليل على قلة حيائه. وأما الذي يبعد عن الناس ويتوارى عنهم فهذا من الحياء والحشمة. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا. بعده في فضاء واستتاره، قال واستتاره، يعني أن يستتر في الفضاء
من وراء جدار أو من وراء شجرة أو من وراء ما يستره عن أنظار الناس حال قضاء الحاجة بحيث لا يرونه. وارتياده لبوله أي اختياره لبوله مكانا رخوا أي هشا من أجل إذا نزل البول فلا يتطاير عليه وينجسه، فيعتني بالمكان الذي يتبول فيه بأن يختار المكان الهش الذي إذا نزل عليه البول لا يتطاير إلى ثوب الإنسان أو إلى جسمه. فهذا من كمال الآداب ومن التنزه عن البول. قالوا وإذا كان في مكان صلب فإنه يلصق ذكره بالأرض حال التبول من أجل أن يأمن من تطاير البول على جسمه أو على ثوبه. نعم. قال ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. هذا من الآداب في قضاء الحاجة والتنزه من البول، أنه إذا فرغ من بوله فإنه يمسح ذكره بأن يضع يده من أصل ذكره ثم يمرها إلى رأسه من أجل أن يخرج ما في القصبة مما تبقى من البول ثلاث مرات حتى ينقطع البول لئلا يخرج شيء بعد ذلك فينجسه أو ينقض وضوءه. ونتره ثلاثا أي جذبه، جذب ما تبقى من البول ثلاث مرات، يعني يجذبه ثلاث جذبات حتى يتأكد من خلو ذكره من البول لئلا يخرج بعد ذلك. هذا معنى هذه الجملة، ولكن المحققين من الفقهاء يقولون إن هذا العمل لا دليل عليه وهو من التكلف، وربما أن هذا العمل أي مسح الذكر ونتره بعد التبول ربما أنه يدر عليه البول فيحصل عكس المطلوب. قالوا إلا من احتاج إلى ذلك، إن كان يحتاج إلى هذا الشيء لخاصة نفسه فإنه يعمله عند الحاجة، أما عموم الناس فلا يؤمرون بذلك لأن هذا شيء لم يرد به دليل، ولأنه يسبب الوسواس أو يسبب رخاوة العضو وتقاطر البول بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. نعم، هذا من آداب قضاء الحاجة أيضا، بأن يتحول من موضعه الذي قضى فيه حاجته ليستنجي في مكان آخر، وذلك ليكون أسلم من أن يصيبه شيء من نجاسة البول أو الغائط، فيتنحى عن المكان الذي تبول فيه أو المكان الذي تغوط فيه ثم يستنجي في مكان آخر نظيف وطاهر، لأنه لو استنجى على حاجته أو فوق حاجته فإن ذلك قد يكون سببا لتلوثه بالبول أو الغائط. نعم. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. يكره دخول الحمام أو محل قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة أو الحمام المعد لذلك، يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله كالكتب والأوراق المكتوب فيها شيء
من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو المكتوب فيها شيء من آيات القرآن، أو من ذكر الله عز وجل من أذكار التسبيح والتهليل والتكبير، تكريما لها عن هذا المحل. فدخوله بهذه الأشياء يكره، لأن في ذلك إهانة لذكر الله عز وجل. إلا ما لا بد من الدخول به، وذلك مثل الدراهم، إذا كان مكتوبا فيها شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه يحتاج إلى الدخول بها، لأنه لو وضعها خارج محل قضاء الحاجة يخاف عليها من ضياعها أو سرقتها. وكذلك الخاتم، إذا كان عليه خاتم فيه نقش فيه شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه يحتاج إلى الدخول به، لأنه لو وضعه يخشى عليه من الضياع أو السرقة، لكن يدير خاتمه إلى كفه، إلى داخل كفه، يدير الخاتم الذي فيه شيء من ذكر الله أو من أسماء الله إلى داخل كفه ويقبض عليه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم مكتوبا في خاتمه محمد رسول الله، ففيه لفظ الجلالة، فلذلك روي عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يدير فص الخاتم المكتوب فيه إلى داخل كفه. فهكذا إذا احتاج الإنسان إلى الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل فإنه يدخل به، ولكن يخفيه إما في جيبه وإما في باطن كفه. قال: ورفع ثوبه قبل ويحرم دخوله بالقرآن، يعني بالمصحف، يحرم دخول الخلاء ومعه المصحف، لأن هذا فيه إهانة لكتاب الله عز وجل، فيضع المصحف خارج محل قضاء الحاجة إذا أراد الدخول، إلا إذا خشي عليه من السرقة أو من الضياع فإنه يلفه في داخل جيبه أو في داخل ثيابه ويدخل به للحاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يحرم دخوله ومعه شيء من القرآن أو معه المصحف، لأن ذلك من إهانة كتاب الله عز وجل. نعم. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، أي يكره للإنسان أن يرفع ثوبه، يعني إذا كان يقضي حاجته في الخلاء. نعم. فإنه يكره له أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، لأن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، وإنما يحتاج إلى رفع ثوبه إذا جلس لقضاء حاجته، فحينئذ يرفع ثوبه ويكون من وراء ساتر كما سبق. نعم. أنه يستتر في الفضاء إما بشجر وإما بحائط وإما بأي شيء يخفيه عن أنظار الناس. نعم. وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه، يكره كلام الإنسان وهو يقضي حاجته، فلا يتكلم حال قضاء الحاجة لا بكلام عادي ولا بذكر الله عز وجل، لأن ذلك فيه سوء أدب، فيسكت وقت قضاء الحاجة إلا عند الضرورة، كأن يحذر غافلا من هلكة، فإنه عند الضرورة يتكلم. حتى قالوا إنه إذا عطس فإنه يحمد الله في نفسه ولا يتكلم بذلك.
ومما يدل على هذا أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه، فلما فرغ من بوله رد عليه، لما فرغ من بوله وغادر المكان الذي بال فيه رد على الرجل، فدل على أن الذي يتبول لا يسلم عليه، وإذا سلم عليه فإنه لا يرد السلام وهو في هذه الحالة. نعم، وهذا مما يدل على أنه لا يتكلم بشيء في هذه الحالة إلا عند التضرر إلى الكلام. نعم. قال: وبوله في شق ونحوه، يعني يكره أن يتبول الإنسان في شق، وهو الصدع الذي يكون في الأرض، أو الجحر الذي تأوي إليه الحشرات، فيكره بوله في هذا الشق، لأنه قد لا يسلم من شر ما فيه من الهوام، وأيضا هو مسكن للجن، ذكروا أنه مسكن للجن، فإذا تبول عليهم فإنهم يصيبونه بالأذى أو بالقتل، فيبتعد عن البول في الشقوق الأرضية. نعم. ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها، يحرم على المسلم أو يكره أن يمس ذكره بيمينه أو يستنجي ويستجمر بيده اليمنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول، ولا يتمسح، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وذلك إكراما لليد اليمنى، لأنه كما سبق القاعدة الشرعية أن اليمين تقدم لما من شأنه التشريف والتكريم، وأن اليسار تقدم لما من شأنه التنظيف وإزالة الأذى، كذلك ما هنا، فلا يمسك ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستجمر أو يستنجي بيده اليمنى، لأن ذلك يخالف الآداب الشرعية، إلا إذا اضطر الإنسان إلى هذا بأن قطعت يده اليسرى وليس له إلا اليد اليمنى، أو كانت اليسرى مشلولة لا يستطيع تحريكها، فلا بأس أن يستعمل يده اليمنى في الاستنجاء، لأن هذا من الضرورة. نعم. واستقبال النيرين، يكره استقبال النيرين حال قضاء الحاجة، الشمس والقمر يا شيخ، وهما الشمس والقمر، النيران الشمس والقمر، لما فيهما من النور، وذلك لما ذكر أن فيهما شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن الصحيح أنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس استقبال أحد النيرين حال قضاء الحاجة، لأنه لم يرد دليل صحيح ينهى عن ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، لأن قبلة أهل المدينة إلى جهة الجنوب. نعم. فإذا أرادوا قضاء الحاجة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهوا إلى الشرق أو الغرب، أو الغرب، من أجل أن يستدبروا، من أجل أن يتنحوا عن
عن القبلة. ومن الضروري أن من استقبل الشرق أو الغرب سيستقبل أحد النيرين، سيستقبل أحد النيرين، فهذا مما يدل على أن هذا النهي عن استقبال النيرين لا أصل له، وأنه يتعارض مع مدلول هذا الحديث الصحيح. إخوتنا المستمعين الكرام، في نهاية لقائنا هذا نشكر لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان تكرمه بالشرح والبيان، ونشكر لكم حسن استماعكم، ولكم تحية من زميلنا في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.